دلوقتي تعالوا مع بعض نعمل الوصفة التالتة، وهي برضو بعيش التورتيلا بس هتتعمل بطريقة جديدة خالص. عبارة عن مكعبات فراخ انا حطيتها على النار تستوي، هنحط معاها بودرة ثوم وبصل وبابريكا وجوز الطيب، خلاص نحطهم وبعد كده نرجع اقول لكم هنعمل ايه. معانا بقى في الوصفة دي مكعبات بصل ومايونيز وكاتشب ومستردة، فلفل الوان، ودقيق معمول معاه ميه. طيب هنحط هنا البصل ونقلب كده، وبعدين نحط الفلفل الملون كده اهو، نقلبه كده ونسيبه بقى ايه يدبل مع بعضه. نشيل بقى كده العيش اللي اتحمر ده، التورتيلا هنحطه بالطريقة دي. هنحط ايه بقى؟ هنحط كده جبنة شادر كده اصفر، خلاص، ونحط هنا جبنة شادر أحمر، وهنحط بصل، وهنحط بصل أخضر، هنحط طماطم كده اهو. عايزه اقول لكم طعمها يجنن. خلاص ايه تاني هيتحط؟ الفراخ هنحطها كده اهو، نحط نزود كده شويه جبنه عشان هي لازم الجبنه تمط كده مع الوصفة دي بس، وندخلها الفرن لحد ما الجبنة تسيح.